هناك ناس يؤمنون هنا لا رسميون لا بجوز تجار بجوز بنوك بجوز مؤسسات اقراض في النهاية متضررين في النهاية يحرضون من لهم لتعطيل هذه المبادرة. أنا اللي بحاول أحكي إنه اليوم أنت بتحكي عن مش بتحكيش عن 250 ألف بس مواطن، أنت بتحكي عن سدس عدد السكان في المملكة الأردنية الهاشمية متعثرون. ما بدي أعيد مرة ثانية وأقول إحنا ما بدنا نوصف إن الشعب الأردني المتعثر في النهاية إذا لم نجد حلول. اليوم أنت عندك العهد الدولي ومصرين إحنا بننصر على شغلة مهمة جدا، قضية الفزعة هاي بين الناس وبين بعض إشي حلو، إشي اجتماعي حلو، لكن أنا اليوم عندي قانون بدي أطبقه، قانون عدم حبس المدين، تطبيق العهد الدولي المادة 11 والمادة 14، أنت ملزم كدولة وملزم كحكومة أنك تطبق المعاهدات الدولية، لا تختار تنتقي المعاهدة التي تريد أن توقعها توقعها والمعاهدة التي لا تريد أن توقعها لا توقعها. إلغاء الحماية الجزائية عن الشكات، في النهاية لما أعطيتك شك أنت عارف أنك الشك ممكن يكون قده ولا مش قده، في النهاية أنت متهم زيك لعلمك، مش انا لحالي المتهم اني اخذت شيك الدائن والمدين في النهايه العقوبه للطرفين. انا ما بحكي انه نضيع حق الدائن، حق الدائن محفوظ، لكن هناك مليون طريقه لحفظ حق الدائن، هناك مليون طريقه لحفظ حق الدائن واعاده الدين له. المواطن الاردني عندما يقوم تاجر بمسامحه تاجر او بمسامحه مواطنين 90 ألف، الا يعطيك هذا انطباعا انك في مجتمع راح يقول لك واحد مجتمع مثالي؟ مجتمع لا يا اخي، احنا مش نقول لك مجتمع مثالي، احنا مجتمع تحولت السوشيال ميديا من وسيله ومنصه اللي كما كانوا يقولون للخلافات وبث خطاب الكراهيه، اليوم احنا عملنا شيء انساني. ليش بنبني عليه؟ ليش بنحاول نستخدم هاي الوسائل؟